زار ولع ولع. يا سغلله يا انتك انت بقى تشرب الكاس ده ما تشوفش خالص. تعيزنا بقى ضرير يا جدع، ده انا لفت في الدنيا. ما تشوفش احسن تستريح. يلا على رايك. هو ده الكلام حلاوته. عيب ابو وسع. ايوه كده حلاوته. العالم ريحت اخر تريح. يا استاذ كباس. عباس يا استاذ مرسي. عباس. ايه؟ عباس. عباس مين بقى؟ ده انت طلعت كباس ونص. انا بقول لك. في غلط حصل في القعده. ازاي؟ الناس اتلخبطت على بعض. والله؟ بص. الست اللي هناك دي كانت داخله مع الراجل اللي هناك ده. فهي قاعده مع واحد تاني غير الراجل. يا نهار اسود، دي بتقبله. الله 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 الله. ايه يا استاذ مرسي؟ الراجل اللي كان معاه بيقبل في حته تانية. يا نهار اسود، احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ روح قول لهم لا الغلط يزيد وتبقى مصيبه. هما مبسوطين كده. لا شيخ. العشاء اتدنت. عشت ايه بس يا استاذ مرسي؟ احنا خلاص على وش الفجر والعصفور قال سو سو. يا خبر ابيض. طب خد بايدي بقى خلينا نروح. ماشي. قبل الكلاب ما تقول هو هو. يا ست سلوى فين؟ عشان عايز استأذن منها. لا ست سلوى مشغوله جدا، عندها اجتماع عمل. كما عمل على وش الفجر كده. احنا بقى شغلنا ملوش وقت يا استاذ مرسي. طب انا همشي انا. ولو سالتك عني لا مرسي زق. السلام عليكم. مع السلامة. مع السلامة يا استاذ مرسي. لما كان بيرجع بالليل في الحته وهو شارب طاوله. لسه يا بنت عيب،
ما تعليش صوتك وبلاش فضايح بقى. يا ست الجبهه، طب انت ما بيتفضى حياتك قصاره. طب قولي له مرسي مات كده برضه يا مرسي. نعملي لي فيها بتاع بقى. قولي له مات مات. ايوه يا بلحاج، روح انت، اصل مرسي تعبان شويه. تعبان ليه يا سلام؟ الله، ما قالت لك مات؟ انت هتعمل لي فيها تحقيق؟ ده تعبان، واخد شويه برد وبعيد عنك بيعطس. سلامتك يا مرسي، اديله ليمونتين يا بدر على كوبايه شاي وان شاء الله هيبقى كويس. اعمل لي فيها دكتور بقى يا اخويا. بقول لك ايه، انا مش عايز عياط، ولو كان لازم تعيطي زي اللي كل في عيلتنا بيعيطوا، عيطت بعد الساعه 8 بعد ما اروح المدرسه. فرحي البلاعه قفلت على بتعه. ايه اللي جابك دلوقتي يا بتعه؟ بتعه مين يا فندي؟ يا متكاسل يا متخاذل يا متراكم. حضرة الظابط حضرة الناصر؟ لا، ما انا هفهم حضرتك، اصل الموضوع ما انت عارف. وحابي كمان يا فندي؟ يا فندي بحابي ازاي؟ ما هي الجزمه اهي. ده تسيب يا استاذ، وهتعرف نتيجه اعمالك دي بعدين. اسمع. ايوه. وريان يا فندي مدرس التربيه الرياضيه جاي النهارده وعنده حصتين، انا عايزك تنطط للعيال شويه. بس انا صحيت على قدي وانت عارف قدراتي الصحية يا فندم. اسمع يا فندم، انا مش فاضي، انا ورايا تقارير سرية بكتبها عن المدرسين وعايز ابعتها المنطقة. نطط للعيال شوية. هوب هوب واه دي واه دي واه دي هوب هوب واه واه يلا واه دي واه دي هوب هوب واه دي واه دي هوب هوب. يا عيني يا عيني على الصحة والشباب. صحة ايه بلا نيلة؟ ده الواحد نفسه اتقطع. فعلا، وشك مخطوف ولونك مخطوف كده من اول الصبح. ده من السهرة بتاعت امبارح. اصل انا سهرت سهرة انما ايه؟ حاجة كده من بتوع ألف ليلة وليلة. والنبي. طب احكي لي، احكي لي بقى، احكم المواضيع دي بتطربني وتشجيني. لا بس لما اخلص الحصة، لا يكون النظم راقبني ولا حاجة. كده؟ طب وانا بوصلك بعربيتي؟ ها؟ ابقى احكي لي على كل حاجة. عينيا. انا مستنيك. عينيا. يلا انت اهو. هاب هاب. هاب هاب. معقول اللي بتقوله ده يا مرسي؟ والله زي ما بحكي لك كده. يبقى اتفتحت لك طاقة القدر. ليه القدر تفتح لي عشان سهرة زي دي؟ يا بني آدم خليك على مستوى الموقف. موقف إيه؟ من خلال ست زي دي ممكن تنقلك مدرسة مستريحة فيها تلامذة متريشين بياخدوا دروس بالعملة الصعبة. أو ممكن تكلم لك حد ينقلك مدرسة جنب البيت على الأقل تترحم من بهدلة المواصلات. بشرفي أنا لو مكانك وبمعرفة زي دي ممكن أبقى ناظم مدرسة في أسبوعين. طب وقف هنا. ايه مش مروح؟ لا، هطلع عند واحد دكتور في العماره دي. دكتور ايه؟ سلامتك. لا ده عشان والدي بيعمل عنده تحليل، هطلع اطمن عليه. سلام عليكم. للاسف عدم الانجاب منك انت يا مرسي. بالله انا ازاي يا دكتور؟ بدا كويس قوي يعني كويس. دي حاجة ودي حاجة. طب والعمل؟ أنا ممكن أبدأ معك علاج من دلوقتي، لكن لازم يكون مفهوم من الأول إن العلاج ده هيطول شوية، وأنا ما أضمنلكش النتيجة. ويا سيدي خليها على الله. طيب لو شفت والدة يا دكتور ما تبقاش تجيب له سير عن الموضوع ده. أنت عارف كل أب في سنه نفسه يبقى جد. اطمئن، ده هيفضل سر لينا وربنا يقدم فيه الخير. وبعدين بقى يا مرسي انا مش عايز احس بانك متضايق. غصب عنا يا دكتور العيشه بقت غل، لا ملاقين ولا بنون محصلين. نايتو انا
شيء لجنب ليه؟ السلام عليكم. مساء الخير يا عز. اهلا يا استاذ مرسي. يا ترى ست سلوى موجوده؟ ايوه موجوده. اتفضل اتفضل.